الدول الأخرى وتطبيقات القانون واتجاهات القضاء والفقه المقارن في هذا الصدد. إن أعمال هذه الورشة تأتي كما تعلمون جميعا في وقت دقيق تعاني فيه مصر والكثير من الدول العربية الشقيقة والكثير من دول المنطقة الأخرى من الإرهاب الأسود الذي انطلق بوجهه القبيح، يسعى إلى القتل والتدمير، يسعى إلى قتل الأبرياء وترويع الآمنين وتدمير القيم الإنسانية الرفيعة، مستدلا بدعم بعض الدول التي تبرر غرائمه وتأوي عناصره.